السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمعتكم مباركة. مقدما عاجل تصفير سعودي لعداد التصعيد مع صنعاء وتجميد القرارات التي تستهدفها لهذه الأسباب، وإلى التفاصيل. أكدت السعودية اليوم الخميس تصفير عداد التصعيد مع صنعاء، وذلك في أعقاب تصعيد كاد يفجر الوضع. وقال خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي ومسؤول الملف اليمني بأنه أبلغ رشاد العليمي رئيس السلطة الموالية لبلاده في عدن بدعم بلاده للجهود المبذولة لدعم السلام في اليمن والتقدم بخارطة الطريق الأممية وصولا إلى حل سياسي شامل، في إشارة إلى تمسك بلاده بالتهدئة. وكان بن سلمان قد التقى العليمي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وعقب اللقاء بساعات أعلن السلطة العليمي استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء والأردن، والتي كانت توقفت منذ مطلع الشهر الجاري. من جانبها كشفت مصادر بوزارة المالية بعدن بأن اللقاء تضمن توجيهات سعودية بتجميد القرارات التصعيدية لمركزي عدن، والتي كان أعلنها المحافظ مؤخراً، وأبرزها وقف التعامل مع 6 بنوك رئيسية رفضت نقل مقراتها من صنعاء، وكذا سحب العملة اليمنية القديمة. وتوقعت المصادر أن يكتفي المركزي بوقف العمل بالقرار دون الإعلان عنه خشية فقدان ثقته لدى الشركات والبنوك بعدن ويدفعها للتمرد عليه. ويأتي لقاء بن سلمان عقب تصعيد عسكري على عدة جبهات، آخرها ما أوردته هيئة العمليات التجارية البريطانية عن تنفيذ القوات اليمنية عملية بحرية قبالة ميناء الشقيق السعودي على البحر الأحمر لأول مرة منذ بدء العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر الماضي. وفسرت العملية على أنها رسالة يمنية للسعودية من مغبة التصعيد الاقتصادي وتداعياته على اقتصادها، لا سيما وأنه تزامن مع حديث قيادات في حركة أنصار الله عن إمكانية تفجير التصعيد الاقتصادي والتلميح بتنفيذ عمليات في العمق السعودي لأول مرة منذ اتفاق التهدئة قبل سنوات. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.